أسماء صباح الخير، أهلا وسهلا بك. صباح النور أختي وأهلا وسهلا. كيف لاباس عليك؟ الحمد لله أختي. الحمد لله. أسماء شنو عطينا؟ نعطيكم اليوم واحد بيتزا كتجيب مسدودة بحال ديال البطبوط، بيتزا مشوة. نعم، يعني بيتزا ما عندها بحال وجهها بحال نعم مسدودة. نعم بيتزا. تفضلي. نعطيك المقادير ديال العجينة دابا. تفضلي. غادي ناخذ واحد ربعة ديال الطحين رطب، 250 غرام ديال الدقيق الفرص، ونص معلقة صغيرة ديال الملح، شوية ديال الملح وصافي. الملح وربعة نص ربعة زبدة، 125 غرام. 125 غرام ديال الزبدة. وبيضة. وبيضة. هاد لاباط اللي عطيتك كتصلح للبيتزا، كتصلح للكاش، كتصلح لأي حاجة. فيها قياس ديال الدقيق، نص ديالو الزبدة بيضة. ربعة ديال الطحين الفورس، نص ربعة يعني 125 غرام ديال الزبدة مع بيضة، واحد القبيصة ديال الملح، واحد شوية ديال الملح. تفضلي. كنخلطوا هاد العجينة هادي وكنخليوها ترتاح، العجينة ديال البيتزا عادي. يسهل عليك أسماء إلى ما نقصي شوية باش نسمعوا صوتك مزيان. بعد على التلفازة. واخا بعد على التلفازة، الله يجازيك بخير. واخا دابا خليني ها ترتاح واحد الساعة، ياك واحد الساعة تسمعني شحال الوقت. ترخات لا تعطيها حتى ربع ساعة، نص ساعة، كل ما ترخات كل ما تجيب ساعة تقريبا. نعطيك دابا المقادير ديال الحشوة. حشوة تفضلي. عندنا بصلة. بصلة. عندنا جوج معالق ديال الزيت يكونوا كبار. جوج معالق ديال الزيت كبار. وعندنا لاصوص طوماط. لاصوص طوماط انا كندير جوج طريقات، كاينه طريقه ديال مطيشه العاديه، وكاينه طريقه ديال مطيشه اللي كتكون كونفيرفي، انا غير كنخلطها مع الماء وكندهنها فوق لاباط. اللي بغات السيده ديرها ديرها. يعني ولا كانت صلصه ديال المطيشه الحيه اللي كنقولوا المطيشه العاديه نطيبوها ونعقدوا الصلصه راه غنجي احسن من الافضل. هذا الوقت ديال كل وحده شنو كدير. انا باش كنكون مزروبه كندير غير المطيشه ديال الحك. الا بغيتي نعطيك لاصوص طوماط كيفاش كنديرها، نعطيها ناخذوا لاصوص طوماط. انا يعني هاد المساله هادي واخا كنديروا فيها هاد لاصوص، كنديروا فيها بصله محكوكه، بصله صغيره وكندير جوج معالق كبار ديال الزيت البلدية. جوج معالق كبار ديال الزيت الزيتون. كنديرو مطيشة، مطيشة تقدر إلا كانت لاصوص غتكون كثرة غادي ندير واحد نص كيلو ديال مطيشة. حضرناها على تيسا تبقى في الفريزر هذه الساعة اللي نبغيوها نجبدو. وكتجي هاد لاصوص أي حاجة بغيتي ديريها حيت كتكون حلوة، حيت فيها السكر وفيها بزاف ديال المقادير اللي كيعطيوها البنين. وعندنا معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة. معلقة صغيرة ديال سنيدة. وعندنا ورقة ديال موسى. ورقة ديال سيدنا موسى. وعندنا الزعتر اليابس. زعتر. وعندنا معلقة صغيرة ديال مطيشة الحك. معلقة صغيرة ديال مطيشة الحك. والملح والإبزار. الملح والإبزار. الله يجعل البركة. نكملوا دابا. يعني احنا قلنا بصلة، جوج معالق كبار ديال الزيت، صلصة الطماطم اللي عطيناها هي المقادير ديالها. وشوية ديال الدجاج، إلا السيدة عندها داك الشرائح ديال الديك اللي كيكون مدخن، هو هذاك ما كانش دير غير الدجاج، هي تسلقو ولا طيبو في مقيلة بالزبيدة اللي بغات. نعم يعني إلا يا مسلوق يا مشحر يا الدجاج مدخن. نعم. وعندنا واحد العلبة ديال المايس ديال الدرا. ديال الدرا، علبة ديال الدرا. وعندنا جوج بيضات مسلوقين. جوج بيضات مسلوقين. وعندنا الفرماج. فرماج. وبيضة مطربة. بيضة مطربة. وعندنا الفرماج ديال الموتزاريلا. الفرماج موتزاريلا. الموزاريلا شويه كيكون رطب على الاخر، هذاك الاخر الحلو. الاخر كنديروه الزين من فوق اللي غادي يذوب، الموزاريلا ما كيدوبش، معروف على الموزاريلا كيبقى شاد راسو، كيبقى الطريفه ديالو كيكون شويه رطب ماشي قاسي بزاف. نعطيك دابا طريقه ديال التحضير. الله يعطيك الصبر، اللي ما خلينا نعاودوا المقادير باش السيدات يسجلوا معنا ونشوف الطريقه. ونعاودوا من العجينه، العجينه كنحتاجوا فيها 250 غرام اللي هي ربعه ديال الدقيق الفورس الجيد، شويه ديال الملح،
نص القياس ديال الطحين هي ديال الزبده 125 غرام يعني ربعه صغيره ولا نص ربعه ديال الزبده. ما جمعتهاش العجينه ممكن تزيد واحد الكويس ديال الماء سخون هذه فحال الا ما جمعت حيت كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. هذا عند الحاجه وعندنا بيضه ثاني في العجينه عندنا بيضه الا ما تجمعاتش كنبداو نزيدو الماء غير بالمعلقه ياك ما نزيدوش هذا باش غير بالمعلقه ملي كتجمع كنخليوها ترتاح على الاقل نص ساعه تتغطب في البلاستيك وتبقى ترتاح. بالنسبه للحفره عندنا فيها بصله جوج معالق ديال الزيت كبار وصلصه الطماطم عندنا ايضا شويه ديال الدجاج مسلوق ولا مشحر ولا اللي كيكون جاهز كيتباع الدجاج المدخن ولا يعني حسب ما متوفر عندنا. عندنا علبه ديال الذره المايس جوج بيضات مسلوقين شويه ديال الفرماج واحد البيضه نخدموها مزيان مدربه وشويه ديال الفرماج موزاريلا. بالنسبه للصلصه ديال نعاودو غير صلصه المطيشه حتى هي صلصه المطيشه ديال الاسماء هذه فيها بصله صغيره جوج معالق كبار زيت الزيتون نص كيلو ديال المطيشه معلقه صغيره ديال السنيده واحد الوريقه ديال سيدنا موسى شويه ديال الزعتر اليابس معلقه صغيره ديال مطيشه الحك شويه ديال الملح وشويه ديال الابزاز تبقى طيب مزيان تنطحنوها ولا كنحكوا المطيشه في الاول وهذه باش كنحضروا الصلصه ديال المطيشه ديالنا اللي غنستعملوا في البيتزا. تفضلي تبارك الله وصفه جميله جدا. الله يبارك فيك. البصله غادي نديروا لها جوج معالق ديال الزيت وغادي نشحروها مزيان حتى تهبط مع شويه ديال الملح. شرائح ولا مكعبات؟ ممكن تكون طويله ولا مقطعه طويله. ياك؟ نعم. هانتي ملي كتخمر لينا العجينه كنرشو شويه ديال الفورص وكنطلقوها مزيان فوق شي طبله غنخدموا عليها ولا فوق البوطاجي ولا اي حاجه. كناخدو صوص طوماط كنديرو نص ديال العجينه ماشي العجينه كامله نص دائره كنعمروها فهمتيني باش الصلصه اللي كيكون ناشف كنسدو عليها بحال شي صوصون كبير بحال هكاك الله يعطيك الستر. كنديرو صوص طوماط كندهنوها في النص ديال العجينه كنديرو فوق منها ديك البصيله كناخدو عاوتاني دوك الطريفات ديال الدجاج اللي كيكونوا مدخنين ولا طيبناهم ولا كيف ما كانوا كيكونوا كنقطعوهم شويه صغارين وكنزيدو عليها ديك المايز. في التالي كناخدو البيض كنقسمو على جوج بيض مسلوق كنقطعو على جوج وكنحطوهم ستفين وحده مورا وحده. اها معايا؟ اييه معاك يعني البيض كنقطعو توا كيتنزل. اها وكناخذوا الموتزاريلا حتى هي كنستفوها حداه داكشي كله كيجي في النص ديال العجينه ماشي في العجينه كامله. فاش كنسالي وهاد المقادير كلها كنحطوها مع بعضياتها كنشدوا النص الاخر وكندهنوا الجناب ديال العجينه كندهنوها بديك البيضه اللي قلنا مطربه كندهنوا الجناب مزيان وكنطويوها على جوج وكنلصقو بيدينا دوك الجنيبات اللي دهنا بالبيض وكندهنو وجه البيتزا كله بالبيض اللي بقى لينا وفي التالي كنرشو بالفرماج المحمر وبالصحة والراحة. يعطيك الصحة هادي عطيتيني فكرة أنا غنديرهم غير صغيرين باش يكونوا كل فرديا لكل شخص يكون عنده وحدة بيتزا صغيرة بداك الحجم تجي رائعة. الله يعطيك الصحة لالا أسماء الله يخليك بإمكانك هادي ديريها حتى في سميتو حتى ديال البطبوط حتى في العجينة ديال البطبوط كتجي غزالة هادي الحشوة هادي هادي مرات حتى ملي كنطيبو الدجاج ولا ملي كيكون عندنا الضياف كيشيطو لنا الطريفات ديال الدجاج ما كنعرفوش شنو نديرو بهم واش ينفعو مثلا في هاد الوصفة هادي. انا بالنسبة لي هاد البيتزا هادي اللي عطيت كتجي ساهلة وكتجي بنينة يعني ما مكلفاش. نعم ما مكلفاش تبارك الله عليك شكرا جزيلا على السماء. شكرا بزاف شكرا لله يخليك. إيه كان ممكن واحد التحية نقدمها على راسي وعيني لالا تفضلي. بارك الله فيك على يخليك كنحيي ماما وكنقول لها الله يشافيها يا ربي ويا ربي تكون هاد العملية هادي تكون اخر وحدة ما تعاودهاش وكنسلم على بابا وعلى خوتي وراسي.